معايا شباب دلوقتي هنكمل اللي هو الانتروجيتال هرمون. هو هرمون تاني واحد بس اللي هو بقينا اللي هو البرولاكتين. برولاكتين وبعد كده هنشرح الهرمونين اللي هم بيحصلهم سكريشن من البستيريور بتيوتري. ايه بقى حكايه البرولاكتين؟ برولاكتين هرمون ده من اسمه يا جماعه برولاكتين. بروما يعني برولاكتيشن. لاكتيشن معناه النيرسينج او الرضاعه. يبقى ده اللي هو ايه يعني ده اللي بيمهد قبل الرضاعه. بيمهد البريست او الماماري جلاند لعمليه مين؟ لعمليه اللاكتيشن اللي هو اسمه ايه بقى؟ برولاكتين. يعني هتقوم تقول لي مثلا انا مش فاهم، اقول لك مثلا البرولاكتين ده يا جماعه السكريشن بتاعه بيزيد جدا في اثناء البريجنسي. اثناء مين؟ البريجنسي. نتيجه الاستروجين والبروجسترون الهرمونات بتبقى عاليه اصلا اثناء الحمل، فالسكريشن بتاعه بيبقى ايه؟ عالي. والمامري جلاند او البريست حجمه بيزيد اثناء البريجنسي. كل ده كنا بنعمل مين؟ بنعمل بريباريشن، بنجهز اللي نجهز الماماري جلاند لعمليه البيبي بقى، علشان نعمل مين؟ ميلك سيكريشن للبيبي او الطفل اللي ماشي. تمام. البرولاكتين اللي هو من اللغه العربيه بيسموه هرمون الحليب. الهرمون دوت قلنا بيتفرد من انتيريو مين؟ سيتوكين سيل، خلايا كده اسمها لاكتو ووب سيلز، دي بتفرز البرولاكتين. خلي بالك البرولاكتين ايه بقى الاكشن بتاعه؟ هو له اثنين افكت، يا يعني اما على المكتوب عندك على البريست او الميموري جلاند، وعلى اللي هو بتاع ده اسمه ايه؟ جونادا افكت. جونادا المين؟ جونادا افكت مكتوب عندك في الصفحه رقم 7 وش الواد افكت اون بريست والافكت اون جوناد. جوناد دي اقصد بها مين؟ اقصد بها التستس والايه؟ التست والاوفرز. ماشي خلاص. تعالوا كده نشوف الاكشن بتاع البرولاكتين. البرولاكتين هيروح على هنقول افكت اون بريست والإفكت أون جوناد. بيعمل إيه في البريست البرولاكتين؟ قالك ده بيزود، طبعا مش مكتوب عندكم بس انت بيزود اللي سايز أوف بريست during pregnancy أثناء مين؟ أثناء البريجنسي. كمان هو بيساعد كمان في الديفلوبمنت يا جماعه بتاع الماماري جلاند، بيساعد في الديفلوبمنت بتاع وبيزود قلنا مين؟ بيزود الميلك سيكريشن. خلي بالك في مصطلحين هيقابلونا، ده السؤال بنجيب عليها سؤال او سؤالين، يعني في حاجه اسمها ميلك سيكريشن يا جماعه وفي حاجه اسمها ميلك ايجكشن. يعني في يعني حاجه تخلي الهرمون قصدي اسف الملك يحصل له سكريشن عن طريق حاجه اسمها اسمر سيلز، الخلايا اللي موجوده في الايه؟ في الماماري جلاند اللي بتفرز مين؟ الملك. لكن علشان الملك يا جماعه يحصل له ايجكشن، يعني انتوا عارفين يعني ايجكشن؟ ينطلق، يعني يطلع بره الايه؟ بره النيبل او بره البريست، يعني يروح بقى للبيبي اثناء الساكلينج اثناء الرضاعه. ده موضوع ثاني بقى، ده فيه هرمون ثاني بقى اللي هو كان قابض للرحم، يعني زمان كنا بنقول اسمه اوكسي توسين. اسمه مين؟ يعني هنشرحه دلوقتي ان شاء الله. يبقى ساعات برضو هكتبها دلوقتي ونعلق عليها بعدين. لما اجي اقول لك مين اللي له علاقه بالملك سيكريشن تقول لي البرولاكتين. البرولاكتين مين له علاقه بالملك؟ اوكسي ايجكشن
او ليد داون اللي تقول لي الاوكسي توسن. ده سؤالين بيجون في الام اس كيو. Which of the following is concerned with مثلا milk secretion؟ هيجيب لك أربعة من ضمن مين؟ prolactin. مين من ال following hormones concerned اللي هو علاقة بالملك أو هو السبب في الملك؟ ejection. أربعة بس لقيت منهم مين؟ أوكسيين أوكسيتوسين. هفهم حالك. طيب هفهمك يعني بعد كده هفهمك يعني ejection لكن هنا دي secretion. طيب أوكي البرولاكتين بيزود من السكريشن. اوكي جميل. نيجي بقى لمين؟ نيجي للإفكت اون جونات. قبل ما نقول الإفكت اون جونات في حته بقى جميله جدا. ايه بقى الحته الجميله دي؟ سؤال برضه بجيبه في الامتحان وانتوا اللي هتجاوبوا. احنا قلنا يا جماعه قلنا يعني اللي قلت لكم في شك هل في برولاكتين ريليسنج؟ ما فيش. لا مش عارف فيه. لا كذا. غالبا ما فيش. هنقول غالبا مين؟ ما فيش. انتوا عارفين ليه وليه يبقى في برولاكتين هيلثنج؟ اقول لك السبب بسيط جدا. انتوا ممكن تالفوها يعني. هي في عمر المرأة بتردع كده على طول بتاع 10 سنين 20 سنة ولا فترات قليلة في حياة المرأة؟ ده ممكن ما تتجوزش كمان أو تتجوز وتتطلق يعني ممكن ما تخلفش يعني تقريبا ممكن ما تقين ما فيش مين ما فيش ملك سكريشن بالليبي بكل ما فيش خالص يعني. يبقى أنت بقى إيه؟ يبقى أنت محتاج برولاكتين ريليسينج ولا برولاكتين انهيبيتنج؟ فكروا يا سادسة يعني محتاج انهيبيتنج يا جماعة. يعني أقول لك مين اللي له سيطرة على البرولاكتين؟ هو مين اللي له سيطرة؟ البرولاكتين انهيبيتنج هرمون وليس مين؟ وليس مين؟ لأن قلت لك في حياة المرأة احنا مش محتاجين مين؟ الميلك سكريشن غير مين؟ فترات قليلة من حياة المرأة ممكن كمان قلت لك ما نستغنى عنها. ده في كمان البهوات اللي هي بتخلي بتقول لك لا أنا مش هرد على البيبي عايزه لبن صناعي لبن مش عارف. المهم يعني طيب يبقى اذا ما هو المتحكم الرئيسي في البرولاكتين؟ يلا قلتها معايا برولاكتين انهيبيتنج مين؟ هرمون. يلا شوف بقى السؤال بقى هيقول لك ازاي. انا هاجي اقول لك والله طيب ايه اللي كان الكونكشن ما بين الهايبوثالاموس قلنا اللي هو هايبوثالامو هايبوفيزيال ها بورتال سيركيليشن. وكان في هديكم هنا اربع امثله بس. في هنا نيرون هنا كان بيطلع البرولاكتين هيبتينج افكت. برولاكتين هيبتينج مين؟ كان ده بينزل بيمشي مش كده روحه. انا هقول بقى ان عندي ثلاث خلايا تانيين يعني مثلا خلايا بتفرز مثلا ثايروتروبين بقى دي محتاجه مين؟ ثايروتروبين ريليسنج مين؟ هرمون. وواحده ثانيه كورتيكوتروبين ريليسنج مين؟ هرمون اللي كان بيخلي مين؟ بيخلي الستات تطلع استيش معايا جونادوتروبين ريليسنج هرمون. اللي كان بيخلي واضحه. يبقى انا دلوقتي قلت كام حاجه دلوقتي؟ قلت في اربعه بيطلعوا من الهايبوثالاموس. واحد اسمه مين؟ برولاكتين هيبتينج هرمون. ده الاساسي. وفي مين؟ في ثلاثة تانيين اللي هو ثايروتروبين ريليسنج هرمون اللي هو كان بيخلي الثايرويد البتيتر تطلع مين؟ تي اس اتش والكورتيكوتروبين ريليسنج هرمون اللي كان بيخليها تطلع مين؟ اي سي تي اتش. انتوا معايا ولا مش معايا؟ جونادوتروبين ريليسنج هرمون بيخليها تطلع جونادوتروبين اللي هو اف اس اتش وال اتش. اوكي انا هاجي احكي لك بقى قصه كده وهميه. اقول لك مثلا والله ده في شخص كان بيعمل عمليه بتاع نيوروسيرجري والجراح للاسف قطع البيتيوتري ستوب كونكشن. البيتيوتري ستوب اللي هو مسميه الانفانديبلوم ده قطع. لما اتقطع بقول لك ايه بقى؟ لما حصل كاتنج لمين؟ للستوك ده خالص. يبقى كده ايه؟
منعنا الاتصال ما بين مين ومين. بقول لك بقى ايه افضل مش عارف كاتنج مش عارف ديفيوترز 2 all of the following all of the following hormones are decreased except except A B C D TSH ACTH gonadotropin قصدي gonadotropic هرمون و prolactin. فاهم حاجه؟ كان هنا انت فاهمها كده ايه اللي طالعين من فوق دولت اللي هم الثلاثه الناحيه دي ريليسنج مين؟ ريليسنج هرمون. طب واللي كان بيأثر على البرولاكتين الانهبيتنج هو ده الفعال ده الحقيقي مش حاجه اسمها برولاكتين ريليس. فانت قطعت الايه بيترستو يبقى انت كده شلت مين؟ شلت الجماعه اللي هم اللي ريليسنج ماشي وشلت مين؟ الانهبيتنج. يبقى مين اللي افرازه يزيد؟ برولاكتين. ها برافو عليك برافو عليك. يبقى الاجابه شوفوا بقى الاسئله سهله ازاي ولا صعبه؟ صعبه. انت لسه بتفكر ولا متلخبطه شويه؟ متلخبطه شويه بالراحه. على فكره المفروض ما بيجي لك لخبطه اصلا. انا بقول لك دلوقتي في افهمين في عندي دلوقتي اربعه هرمون بيطلعوا من الهايبوثالامس. انا بقول انا قلت لك البرولاكتين كان في حاجه اسمها بروكتين ليسنج وبروكتين ميم انهبيتد. قلنا يعني العلماء شاكين ما فيش حاجه اسمها ريليسنج اصلا. يعني اللي موجود مين؟ اللي له دوميننت افكت وله بيأثر على البروتين هو البروتين انهبيتنج. خلاص انت عندك بقى الهرمونات الثانيه بقى اللي هي بتطلع من البيتيوتري اللي هو مين؟ كان في واحد مثلا اسمه تي اس اتش وكان في الاس اتش والتي اس اتش ده عشان يطلع من البيتيوتري كان بيطلع حاجه من هايبوثالامس اسمها ريليسين وكان بيطلع الاس اتش ده كان بيطلع قلت له ريليسنج هرمون جوناتروم ريليسنج هرمون. انت قلت لك اتقطع البيتيوتري تو لما اتقطع البيتيوتري بقول لك اول اوف ذا فولينج هرمونز ار ديكريز اكسبت كل هذه الهرمونات هتقل ما عدا. انت كده شلت مين؟ انت كده لما كده قطعت مين؟ منعت مين؟ منعت الريليسنج ان هو مين؟ يروح فكده الافراز هيقل بتاع مين؟ بتاع الاس اتش والتي اس اتش. طب انت منعت الانهبيتنج الانهبيتنج بتاع مين؟ زياده نور بروتين مين يزيد واضحه. يبقى لما نقطع البيتيوتري ستوك ها مين الهرمون اللي هيقل ها مين اللي يعني في معنى في صيغه ثانيه هو شو ذا فورم هرمون از ديكريز ها كلهم اقل البرولاكتين سهله واضحه الحمد لله. ده سؤال جاي ان شاء الله ماشي خلاص. نرجع لموضوعنا. في بقى حاجة تانية جميلة قوي بيعملها الهرمون دوت. مش عارف ان البنات ما تسمعوش كده كثقافة عامة يقول لك ده واحدة ما خلفتش اتجوزت مين يقول لك وراحت عملت مش عارف تحليل المختبر فالدكتور لقى ده انا بتكلم بالليبي اللي بيقول لك هرمون الحليب زاد هرمون الحليب عندها مين زيادة فهو السبب اللي مخليها مين ما بتخلفش وما بتنجبش يعني هرمون الحليب اسمه ايه؟ برولاكتين. يبقى البرولاكتين مين؟ عالي عند الست دي. طب ليه بقى ما خلفتش بقى؟ تعالوا كده نشوف تعالوا ده مش واضحه لسه هنوضحها. تعالوا بقى نشوف الهرمونز اللي كانت اسرع الجينات اللي هي بتطلع من البيتيوتري اسمها جونادوتروفيك او جونادوتروفيك هرمون اللي هو اف اس اتش ومين؟ ال اتش وال اتش اللي انا قلت لكم هشرحها بعدين. تعالوا كده نشوف.